رغم الخذلان الذي رافق مسيرة مهندس الطيران المدني أيوب سلطان طيرة مشواره العلمي، إلا أنه يرى في الحياة أملاً وإن تعثرت خطواته نحو بلوغ غايته. لقيت يعني الدورة الاتحاد السوفيتي سابقاً في تخصص هندسة الطيران المدني، وكمان أختي كمان تأهلت يعني لدراسة الطب، فقال الوالد يعني أفضل أنكم تروحوا مع بعض، فذهبنا إلى الاتحاد السوفيتي تأهلنا وعدنا نشيل نخدم الوطن، والواقع كما ترى يعني. أيوب الذي أنهى دراسة البكالوريوس في هندسة الطيران المدني بعد منحة دراسية دامت 6 سنوات في موسكو، يعود بعدها إلى أرض الوطن ليبدأ مشوارا جديدا في مرحلة البحث عن العمل. في 97 بدأت البحث عن الوظيفة، ومن هنا بدأت مسيرة المعاناة. ترطبنا من مكان لمكان ومن واحد لواحد، وكل يعني لم نجد حد يقبل، كلهم اللي يقول لك مش محتاجين، واللي يقول لك انتم تخصصكم تبع اليمدة. كثيرة هي الأبواب التي أغلقت في وجه أيوب، الذي على ما يبدو إن له من اسمه نصيبا في الصبر والعناء، ليستقر به الحال بائعا لمقليات جوار منزله، متخليا عن كل شهاداته وسنوات تحصيله العلمي. شعور بالاضطهاد في المجتمع، يعني رجال عنده بكالوريوس وعنده دبلوم وعنده أطفال برضو، وبالأخير يقولون من عمله ويبيع هذه المأكولة الشعبية، هذا يعبر عن ظلم في المجتمع. إن كانت هذه الجهات المعنية تتجاهل جهودا مثل هذه الكوادر الحالمة بإضافة شيئا للبلاد كما يتساءل البعض، فكيف لها أن تبني مؤسسات دولة عريقة في لحظة أحوج ما يكون فيه البلد لأبنائه الآن؟ من يصدق أن العم أيوب صاحب هذا المشروع الصغير يحمل هذه المؤهلات وله تاريخه العلمي العريق وله أحلامه التي تحلق بالسماء بمكان وظيفته الحقيقية التي همش منها بسبب انشغال الحكومة بتصفية حساباتها السياسية؟ مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.